انا عايز اتكلم على الحزب الثوري زي ما كلنا متفقين، وعايز ابتدي باني اشاور على ليه موضوع الحزب الثوري من وجهه نظري مهم قوي في الثوره اللي احنا فيها دي. طبعا قد يبدو انه من نافل القول ان الحزب الثوري لازم يبقى في الثوره، بس انا مش عايز اقول كده، بس انا عايز اقول انه في خطرين انا شخصيا شفتهم ولاحظتهم في الثورة فيما يتعلق بالعلاقة ما بين الثوريين والطبقة العاملة والجماهير، تخليني حاسس انه مهم قوي ان احنا نتكلم على النوعية دي من اللي انا شايفها اشكال غير مفيدة في التفكير. الشكل الاولاني، العرض الاولاني هو انه في ثورتنا معظم الثوار، معظم المناضلين رافضين ورفضوا خلال سنتين ونص اللي فاتوا فكره الحزب، وشافوا يا اما بشكل عفوي يا اما بشكل حتى اكثر تنظيرا انه الحزب ده بيقيد الحركه، الحزب ده بيخنق القدرات الفرديه، الحزب ده ملوش لازمه غير انه ناس بتقعد تنظر على ناس، الحزب ده بمعنى ما عدو للحرب على الارض. وطبعا احنا عارفين انه الكلام ده جاي في جزء كبير منه من تاريخ الاحزاب الموجود، يعني الكلام ده مش عبث ولا الكلام ده تاليف يوم وليله، بالعكس الاحزاب الموجوده فعلا تاريخيا فعلا بتقيد وبتمنع الحركة وأصلا معظمها إصلاحي، واللي حتى منه بيدعي إنه ثوري هو في النهاية إما إصلاحي يا إما بيدعي، ها؟ فلأنه الهبات اللي حصلت في 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 مصر وفي في مناطق أخرى، بس أنا بقول هبات لأنه عايز أقول كمان اللي حصلت على مستوى العالم مش بس الثورات بتاعتنا، جت في جزء منها ثورة على الأحزاب القديمة، ثورة على الشكل القديم من أشكال السياسة وممارسة السياسة، من خلال جيل شاب بيقول أنا مش همارس السياسة بالشكل ده، أنا همارس السياسة بشكل أناركي بالمعنى ده، بشكل في أنا رئيس نفسي وأنا بشتغل في الشارع. أنا شخصيا عندي مشكلة مع ده، لأن أنا شايف إنه ده كان من الأسباب الرئيسية، مش احد اسباب، من الاسباب الرئيسيه لتاخر الثوره المصريه والعرقله اللي وقعت فيها الثوره المصريه، وانه التشتت وتشتت الجهود وتشتت الافكار وتشتت المجموعات وغياب القياده وغياب البوسطه وغياب تنظيم او حزب او اي نوع من انواع القياده بتشير الى الطريق تقدر تجمع بيه الناس، ده ادى الى تاخر الطبقه العامله وادى الى والجماهير بوجه عام وتاخر الثوره وادى الى انهزامات كثيره للثوره. الربط ما بين الميدان، ميدان التحرير والطبقه العامله، ده عمره ما حصل ولا عمره هيحصل من خلال الحركه اللي على الارض اللي هي بتتميز بالعفويه وتتميز بالمركزه في ميدان التحرير واشباه ميدان التحرير. اللي كان يقدر يعمل ولا زال منوط بيه انه يعمل الرابطه دي ما بين الروح الثوريه اللي في ميادين التحرير والقدرات الثوريه للطبقه العامله، ويربط ما بين الاثنين ويخلي فعلا شعار الميدان والمصنع ايد واحده، كانش يقدر يعمل ده غير منظمة ثورية، أنا بدعي إنها منظمة ثورية سرية عمالية كمان، يعني الحزب الثوري اللي إحنا بنتكلم عليه. فده كمان عدم وجود الحزب الثوري هنا كان معوض بالشكل ده. نوع تاني من الأفكار اللي سادت في الثورة وتسود إلى حد بعيد بين رفاق كتير أنا أعرفهم من المخلصين، هي اللي ممكن نسميها تذيل الطبقه العامله او الاقتصادويه. انه
تقليل من دور الحزب في الممارسة اليومية. يعني اللي ممكن الناس تبقى رافعة شعار انه الحزب ليه ضرورة ثورية معينة، وحتى انه لا يمكن ان تنتصر الثورة بدون حزب ثوري، ولكن على الارض اللي بيعملوه ما بيؤديش الى بناء هذا الحزب الثوري، هو بيؤدي الى انه تبقى المجموعات الثوريه الموجوده وحتى الافراد الثوريين الموجودين يتدينوا الطبقه العامله. يعني كل اللي بيقدروا يعملوه، كل اللي بيفكروا ان يعملوه، ان هم يتضامنوا مع نضالات الطبقه العامله، وده في ذاته مهم، ولكن مش هو ده الحزب الثوري. فما بين اهمال اهميه الحزب الثوري ورفض اهميه الحزب الثوري، انا رايي انه دول الانحرافين الكبيرين، دول المشكلتين الكبيرتين من وجهه نظري، اللي علشان كده خلتني شايف انه مهم ان احنا نتكلم على ايه هو الحزب الثوري وايه ممكن يبقى دوره. لو بنتكلم على الحزب الثوري احنا بنتكلم على حزب سياسي، بمعنى انه احنا دايما بنقول ان الطبقه العامله تحتاج حزبها السياسي الثوري، صح؟ احنا نقول ده طول الوقت، لكن يعني ايه حزبها السياسي؟ لو احنا بنتكلم على ان ضروره الحزب السياسي للطبقه العامله، يبقى احنا لازم نبقى شايفين انه من خلال النضالات الاقتصاديه وفقط للطبقه العامله، ده في ذاته مهما اتطور مش هيؤدي الى سلطه الطبقه العامله، مش هيؤدي الى تغيير المجتمع. يعني ده اللي هو بيسموه في السياسه بيسموه السندكاليه. السندكالية اللي هي بتقول انه الطبقة العاملة من خلال تنظيماتها السندكالية، يعني النقابات، من خلال تنظيماتها النقابية بتقدر تنظم نفسها وترفع وعيها وتبقى قادرة على استلام السلطة. احنا بنقول حاجة تانية، الماركسية بتقوم على فكرة ضرورة الحزب السياسي للطبقة العاملة، وده أول نقطة فيه لازم احنا ناخد بالنا منها، انه النضال الاقتصادي للطبقه العامله في ذاته غير كافي لتطوير وتطور الطبقه العامله تنظيميا ومن حيث الوعي ومن حيث القدرات السياسيه انها تقود المجتمع ككل وتخلق مجتمع جديد. الحزب السياسي للطبقه العامله لازم يكون فعلا بيطرح يتكلم على السياسه، بمعنى بيطرح منظور للطبقه العامله الثوري من جميع قضايا المجتمع، من البرلمان، من قهر المراه، من اضطهاد المسيحيين، من طبعا الاجور والاسعار، من التطورات الاخيره، من حكم العصر. مش انه يبقى ننتظر من تنظيمات للطبقه العامله مهما بلغت قوتها على الارض، انه الطريق هو ان احنا نتجاهل ما يحدث في الساحه السياسيه ونعمل مع الطبقه العامله على تنظيمها الذاتي. وده في الواقع انحراف موجود، وانا شفته كلنا غالبا عارفينه، انه احنا مالناش دعوه باللي بيحصل على المستوى السياسي، احنا لازم نركز على اللي بيسموها الاقتصادي والاجتماعي، وانه ده طريق تطوير وعي الطبقه العامله. لا، ده مش طريق تطوير وعي الطبقه العامله. العلاقه ما بين الحزب الثوري والطبقه العامله هنا، يعني اذا احنا بنتكلم دايما بنقول انه احنا عايزين حزب عمالي ثوري، في كذا فكره من افكار، يعني ايه، في كذا مفهوم يعني ايه حزب عمالي ثوري. في مفهوم استبدادي نخبوي، واحنا كنا حتى اشرنا اليه امبارح، انه مجموعه من الناس تعتبر نفسها ماركسيين، بيعتبروا نفسهم شيوعيين، مهما بقى كانوا 10 15 5000، بيسموا نفسهم حزب الطبقه العامله، ويتكلموا على اساس ان هم الممثل الشرعي الوحيد للطبقه العامله بدون ما يرتبط هو بالطبقه العامله، ويبقوا همهم الوصول للحكم بتغيير المجتمع في نوع من انواع الهندسه الاجتماعيه. احنا عايزين نعمل هنا كذا، واحنا عايزين نعمل هنا كذا، وعايزين نعمل كذا. واحنا ماركسيين وشيوعيين، صحيح انا ما لناش ارتباط بالطبقه العامله،
وصحيح حتى مع يعني ما اعرفش بقى نسبه العمال ايه في مجموعه زي دي، بس احنا اللي بنتكلم باسم الطبقه العامله لحقنا التاريخي، لانه احنا الافكار دي جايبينها من كذا وكذا، واحنا طبعا عارفين الافكار دي غالبا جايه من سكك مشوهه تماما، بس هم فاهمين كده. طيب المصيبه السوداء بتيجي امتى؟ لما يقول طيب بما ان انا الطبقه العامله يبقى اذا انا وصلت للسلطه يبقى الطبقه العامله وصلت للسلطه، يبقى احنا على بدايه طريق اشتراكيه. فمش مهم بقى ابقى انا ليه اي علاقه بالطبقه العامله، فلو وصلت بالانتخابات تبقى الطبقه العامله وصلت للسلطه. اذا وصلت بتحالفات انتخابيه ومؤامرات تبقى الطبقه العامله وصلت للسلطه وهنبدا النظام الاشتراكي. اذا وصلت من خلال حرب فلاحيه يبقى طبعا عامله وسط السلطه وسط النظام الاشتراكي. اذا وصلت من خلال انقلاب عسكري يبقى دي طبعا هنا الشكل التنظيمي ده هو النخبوي والاستبدادي والمنقطع الصله بالطبع العامله ليه علاقه بالسياسه بتاعه التيارات اللي احنا بنتكلم عليها دي، يعني انه الشكل التنظيمي مرتبط بالاهداف السياسيه. الاهداف السياسيه هنا والنظريه السياسيه اللي قايمه عليها بتبقى الاشكال الاستبداديه دي هي انه ان هو رفض اساسي لفكره التحرر ذاته للطبقه العامله، وانه الطبقه العامله هي اللي ليها الدور المركزي في قياده التحول الاشتراكيه وهدم النظام الراسمالي، وانه العمليه الثوريه في حد ذاتها هي عمليه تحول الطبقه العامله من طبقه محكومه ومقهوره الى طبقه تستطيع ان تقود المجتمع. هي دي العمليه الثوريه، مش العمليه الثوريه ان يجي حد باسم الطبقه العامله ياخد السلطه ومن ثم لا عجب انه بعد ما يمسكوا السلطه يقمعوا الطبقه العامله. العبث هنا طبعا وسخريه الاطراف ان هم بيقمعوا الطبقه العامله باسم الطبقه العامله. تمام؟ في مفهوم تاني اللي هو الحزب العمالي، هو المفهوم اللي ممكن نسميه مفهوم الاشتراك الديمقراطي او الاجتماع الديمقراطي، اللي هو مفهوم انه حزب العمالي بيمثل عموم الطبقه العامه. ها؟ ده زي مثلا حزب حزب العمل في انجلترا مثلا، انه انا بحاول بس طبعا حزب العمل تقليديا لان هو دلوقتي بقى رسمي كده حزب من احزاب البرجوازيه الكبيره يعني، بس المفهوم بتاعه مفهوم الاحزاب العماليه الواسعه هي انه بتحاول تكون حزب ما يسمى حزب كل الطبقه، حزب الطبقه ككل، حزب العمال ككل، وانك بتحاول تدافع عن مصلحه العمال ككل في 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 اللحظه المحدده. الاحزاب دي كلها احزاب اصلاحيه، كلها احزاب اصلاحيه، وبرضه نلاقي العلاقه ما بين الشكل التنظيمي والسياسه بتاعه الاحزاب. ايه العلاقه؟ هي انه دي احزاب بتقوم على انها عايزه اكبر اصوات ممكنه من الناس، ففي طول الوقت ها بتبقى بتشتغل على تحالفات انتخابيه وعلى برامج انتخابيه بتشوف ايه اللي يعجب الناس في الوقت ده. معظم الاحيان بالمناسبه بيبقى نصه كده، بس مش دي مشكلتي. المشكله الاعمق انه الطبقه العامله في اي لحظه من اللحظات ما بتبقاش عايزه نفس الحاجه، وعمرها ما كانت مكونه من نفس المكونات. ها؟ هي الطبقه العامله دي حاجه كبيره جدا وليها مكونات مختلفه. ف الاحزاب اللي من النوع بتاعت احنا بنمثل كل الطبقه دي بتحاول دايما تحقق الحد الادنى المشترك ما بينهم، وده كمان بيرتبط بانه الاحزاب دي مش عايزه تغير المجتمع، ده هي شايفه انه انا اقدر كممثل او بحاول اكون ممثل للطبقه العامله الكبيره دي اني انتزع من هذا النظام بعض الاصلاحات الصغيره من اجل عموم الطبقه. فاحنا عندنا هنا احزاب استبداليه بتؤدي الى قمع الطبقه العامله في النهايه، عندنا هنا احزاب اصلاحيه بتحاول تمثل الطبقه العامله وتدافع عن بعض مصالحها داخل النظام الراسمالي، وحتى هنا يجب برضه قبل ما ننتقل لنقطه ثانيه نقول ان الاحزاب الاصلاحيه اللي هي الاشتراكيات الديمقراطيه دي لانها
بتقوم على الحفاظ على النظام، فبينتهي بها الحال في معظم الاحيان الى انها ما تديش حتى لو وصلت الحكم ما تديش الاصلاحات اللي هي كانت طرحها، لانه في معظم الاحيان او في كتير من الاحيان الاصلاحات دي نفسها بتعرض النظام الراسمالي للخطر فتتراجع تاني، فيسقطوها الناخبين ويصوتوا لليمين. ها؟ فيجي اليمين يزيد من حالتهم سوءا، فالناخبين يجيبوا الشكيل الديمقراطيين تاني، فيا اما يعملوا بعض الاصلاحات يا اما يزيدوا من الديمقراطيين قبلنا. ده ولايك ده ولايك. وعشان كده مش صدفه انه في بلدان اوروبا انتوا بتشوفوا التداول كانه دايره بالدور، كل كام سنه بتلاقي نفس الاحزاب هي هي بتلعب كراسي موسيقيه على كتاف الطبقه العامه على دماغ الجماهير في الواقع. الحزب الثوري، الحزب العمالي الثوري، لا كده ولا كده، الحزب العمالي الثوري حزب بيتبني على العمال المناضلين المتقدمين اللي في الطبقه العامه. تمام؟ فهو بالمعنى ده حتى التسميه الشهيره حزب طليعي. يعني ايه طليعي؟ يعني طليعه الصفوف بتاعت الطبقه العامه، يعني قيادتها. بيحاول الحزب ده هو المفروض الحزب ده يتبني على قيادات الطبقه العامله، مش لا اعني قيادات الطبقه العامله، يعني ندور على رئيس الاتحاد العام للعمال قيادتهم بمعنى طليعي. عشان كده كلمه طليعه هنا بالمناسبه هي كلمه جايه من الجيوش، هي كلمه عسكريه بمعنى طليعه الجيش، ها؟ بمعنى المناضلين اللي واقفين بنضالهم في الصفوف الاولى على خط النار بتاع الطبقه العامله. يتبني على دول. الحزب ده بالمعنى ده لا يسمح انه يتميع، انه سياساته تتميع. الحزب ده بيقوم على نظريه ثوريه، فلما بيضم العمال دي بيضمهم على او بيتخلق بالعمال دول بينشا على نظريه ثوريه واهداف ثوريه محدده لا تنازل عنها، هي تغيير هذا المجتمع واقامه مجتمع جديد بتبني الطبقه العامله، بيتبني تحت قياده الطبقه العامله اسمه الاشتراكيه. الحزب ده لكونه بشكل واعي وارادي حزب طليعي فهو لن يتميع، لانه في الاحوال العاديه للنظام الراسمالي الاغلبيه العظمى الكاسحه للطبقه العامله ثوريه ولا اصلاحيه؟ في الطبيعي في الايام العاديه من النظام الراسمالي بتنزل المصنع كام واحد في المصنع بيتكلم على الثوره العماليه والاشتراكيه؟ لا، اللي في المصنع بيتكلموا في الايام العاديه، انت بس اتعودت السنتين اللي فاتوا على حاجات غريبه شويه، انه في الايام العاديه بيتكلموا على الهم والغم ومين اللي اتقطع دراعه واللي مش لاقي ياكل والمشرف الجديد اللي مطلع عينين ابوه. تمام؟ ومش شايفين انه هذا المجتمع يمكن تغييره. وغالبا بتبقى كده. مش انه الطبقه العامله لو جيت العام قلت له انه لو ايه رايك في مجتمع فيه المساواه وفي الطبقه العامله هي اللي بتحكم اصلا. مش هينفر قوي من الفكره دي. انا مش هقول لا دي ايه الفكره الوحشه دي، ده احنا معقوله نبقى متساويين البشر كلهم مع بعض؟ لا، غالبا طبعا بيتقال ده، بس انا قصدي انه غالبا اللي هيتقال هو ايه؟ لا مش ممكن، ده ما يحصلش. ما هو انا شايف احنا عايشين في الاوهام. اوكي؟ مين بقى اللي مش هيقول انكم عايشين في الاوهام؟ قله قليله من الطبقه العامله، قله مناضله واعيه. مناضله وواعيه. لانه مش كافي برضه المناضل النقابيه فقط. لازم يبقى مقتنع بالنظريه الثوريه عشان يبقى في حزب ثوري وبيبني حزب ثوري. فبالمعنى ده هو لو الحزب الثوري ده حاول يبني نفسه من خلال يوسع نفسه من خلال ضم العمال الاصلاحيين هيتحول الى حزب اصلاحي ويتحول الى حزب من النوع اللي احنا بنتكلم عليه ده اللي هو الاشتراكي الديمقراطي. اما لو اكتفى باللي هو فيه بمعنى الطليعه فقط لا غير وما حاولش يمد ويمتد لجموع العمال هيبقى استبدالي وهيبقى بيتكلم باسم الطبقه العامله بدون ما يبقى منهم. امال بقى الحزب الطليعي ده بيعمل ايه؟ الحزب الطليعي ده بيعمل على اولا عارف حدوده، بس في نفس الوقت يعمل على انه مش يفترض انه يعمل على انه
يحظى بقيادة الطبقة العامة، بمعنى يعمل على أن يحصل على الأغلبية داخل صفوف الطبقة العامة. وده بيجي إذا حكينا كده بشكل تاريخي واسع كده، أولاً من خلال إنه يكبر نفسه، إنه يضمه عضوية، مش عضوية إصلاحية بس، يضم عضوية من الثوريين. هنا الجزء الدعائي للحزب الثوري. والحاجة الثانية هي إنه الطبقة العامة إذا احنا قلنا أغلبيتها في الظروف العادية الرأسمالية تبقى إصلاحية، ففي الظروف الثورية بتتفجر القدرات الثورية للطبقة العامة، وبتتفجر من بينها الأفكار الثورية، فبيحصل هنا إمكانية عالية قوي للالتقاط ما بين الحزب الثوري ضخم نسبيا مع جماهير مثورة، جماهير تشارك وتصنع ثورة، وتجد انه هذا الحزب هو اللي بيمثل افكارها، فيتحول الحزب الثوري الى حزب جماهيري ثوري، يقدر يتكلم ساعتها بقى مش بس يتكلم باسم الطبقة العامة، ده يبقى بيقود التغيير المجتمعي باتجاه سلطة الطبقة العامة. النقطتين اللي انا قلتهم دول في تجربة تطور الحزب البلشوفي اللي قاد الثورة الروسية، وفي تطور النظرية اللينينية في التنظيم، بيتقال عليهم كده العلاقة ما بين 1902 و 1905، العلاقة ما بين كتاب ما العمل أو أفكار لينين اللي في كتابه ما العمل، والتجربة اللي فادته واللي استفاد منها واللي غير بيها كتير من أفكاره في اللي هي ثورة 1905. في 1902 في مال عمل، وده كتاب في غاية الأهمية، أهميته الأساسية هو إنه لينين بينقد فيه الأفكار الاقتصادوية اللي هي أفكار تغير الطبقة العامة اللي إحنا اتكلمنا عليها. إنه المناضل على المناضل إنه يعمل إيه؟ المناضل الماركسي الثوري عليه إنه يرتبط بالطبقة العاملة في نضالاتها الاقتصادية، في ذاته مش وحش، بس تعمل ايه اكتر من كده؟ علينا ان احنا ندفع بنظريات الطبقه العامله الاقتصاديه تمام، ايوه ايه بعد كده؟ علينا ان احنا نشارك في عمل نقابات، ايوه ايه بعد كده؟ لحد كده دي اسمها الاقتصادويه، ولينين هاجمها بشده في الكتاب ده هو بالاساس، مش لانه كان قاعد وفجاه فكر قال انا عايز انقد الاقتصادويه، انما لانه كان هو ده الميل السائد في المجموعات الماركسية اللي موجودة في روسيا في الوقت ده، لأنه كمان قبليها قبل الفترة اللي انتشرت فيها الأفكار دي كان في موجة اضرابات عمالية، فأثرت هي موجة الاضرابات دي على أفكار كتير من المثقفين إنه يبقى الطبقة العاملة مش محتاجة حاجة أكتر منا إن إحنا نتضامن معاها. فهنا وجد لينين إنه من المهم إنه يهاجم الأفكار دي، لانه عشان تبني حزب ثوري لازم تبقى تتكلم على السياسه، فهنا كان بيهاجم النزعه الاقتصادويه، وبيقول انه الوعي الاشتراكي لا يمكن ان ياتي فقط غير من داخل النضال المصنعي، بل ان الوعي الاشتراكي ده بياتي، وقال هنا تعبير شهير قوي، بياتي للعمال من خارج المصنع، بيأتي من تحليل الصراع الطبقي على مستوى الدولة ككل، وإنه بالمعنى ده العامل الماركسي أو العامل الاشتراكي هو اللي قادر يتدخل في النضالات ويدافع عن المضطهدين جميعا، مش بس هو اللي يعني بالنسبة له مش عامل اشتراكي اللي بيقصر نضاله على انه الاجر يبقى كذا او انشاء النقابه داخل المصنع، ده اعتبره نقابوي، انما العامل الاشتراكي هو اللي بيحمي وبيدافع عن الاقليات الدينيه، وهو اللي بيتكلم على اضطهاد المراه، وهو اللي بيتكلم على الانقلاب العسكري. وهنا هو شبه العامل الاشتراكي برضه تشبيه شهير، وقال عليه هو اقرب الى البطل الشعبي.
منه الى السكرتير النقابي. يبقى العامل الاشتراكي ده من وجهه نظر لينين هو البطل الشعبي اللي بيدافع عن المظلومين خارج المصنع، المظلومين في المجتمع ككل. بس في نفس الكتاب في صيغه ثانيه للينين، صيغه ثبت خطاها تاريخيا. يعني الصيغه دي صيغه صحيحه، بمعنى ان هو كان بيقول انه في نوعين من الوعي في النظام الراسمالي، يعني الوعي الاشتراكي والوعي البرجوازي. الوعي النقابي وعي برجوازي، بس وعي عمالي برجوازي، بس في اطار الراسماليه. فعشان كده الوعي الاشتراكي هو الوعي الواسع، يا اما ده يا اما ده. بس هنا فين بقى الخطا اللي عمله لينين في الكتاب ده؟ انه قال في حته ثانيه انه يجب ان ياتي الوعي الاشتراكي للعمال من خارجهم على يد المثقفين. مثقفين من البرجوازيه الصغيره بقى والبرجوازيه وكذا. يعني هنا كان هو ماشي ورا افكار مفكر قبليه، يعني من اللي ثبت انهم هيبوظوا الماركسيه اللي هو اسمه كاوتسكي. وده طبعا افكاره النخبويه ظهرت بعد كده، بس كان لينين متاثر بيها لسه في الفتره دي. فكان شايف فعلا انه هو الحزب ده هو يروح هو للعمال ويديهم الوعي الاشتراكي من بره، من براهم حتى كطبقه. وده اللي ثبت خطاه، لانه طبعا فيها نوع من التعالي على الطبقه العامله، وانه والله طب ما في بقى التحرر الذاتي للطبقه العامله، ما ازاي نقول؟ فين الطبقه العامله اللي بتتعلم من تجاربه؟ اللطيف لمحبي لينين يعني بالذات كشخص، يعني انه اول من اثبت يعني او غير الصيغه دي على الاقل في الحزب البولشوفي في سنه 1905 بعد الكلام ده، بعد ما كتبه بثلاث سنين، كان هو لينين. واللي حصل هنا مهم جدا. اللي حصل انه ثوره 1905 في روسيا انفجرت، اندلعت الثوره، واصبح في اضراب عام، والعمال بمشاركة الثوريين بالأساس المناشفة بالمناسبة أنشأوا سوفيتات، يعني مجالس عملية. بعض المجالس العملية دي كانت أكثر تقدما من البعض الآخر، يعني كان مثلا مجلس عمال موسكو كان بيدير الإضراب العام، أما مجلس عمال بتروجراد فكان مثلا حاطط على نفسه فكرة الإدارة الذاتية. طبعا كان حاطه لأول مرة التعبير الجديد ده، مجلس الاداره الذاتيه للطبقه العامله بمنتهى الغرابه. فهنا اللي حصل ايه؟ انه الحزب البلشوفي فضلوا يشتغلوا بنفس الطريقه. علاقتنا بالعمال بان احنا بنروح نوعي العمال. احنا حزب طليعي، اللي يدخل الحزب ده لازم يكون متماسك نظريا وثوريا بشكل محدد. لازم الاول بنقعد نقرا سوا. اول واحد بدا يصرخ على الطريقه دي كان لينين. فلينين هنا قال كلام، قال لهم يعني انتوا دلوقتي العمال المشاركين في الثوره دي اكثر ثوريه واكثر اشتراكيه منكم بمئات المرات. هنا كان بيوجه كلامه لمين؟ للبيروقراطيه الحزبيه اللي هم هو سماهم وتسموا في تاريخه رجال اللجان. اللي هم ماسكين اللجان المختلفه دي. واللجان هنا بالمناسبه معناها كانت غالبا لجان سريه. لان طبعا الحزب اللي بنشوف يعني كان مش قانوني. فانه كانوا بيتلكأوا في ان هم يضموا عمال في الثوره، العمال اللي عملت سوفيتات للحزب، لانه الحزب ده حزب الطليعه. فطبعا لينين اللي كان بيشاور لهم ان الطليعه دي بقت واسعه جدا في ثوره. وقال في الثوره دي انه، ودي كلمه مهمه جدا، قال انه الاشتراكيه هي غريزه الطبقه العامه. يعني شوف من ثلاث سنين كان بيقول انه الاشتراكيه لا يمكن ان تاتي للعمال الا من خارج العمال. بس شاف بعينه واتعلم في ثوره انه الاشتراكيه هي غريزه الطبقه العامه. الطبقه العامه لما بتتحرك بقى كطبقه في ثوره بتطرح مطالب وبتطرح رؤى اشتراكيه. طبعا مش بالضروره اشتراكيه خالصه ولا اشتراكيه نقيه، بس هي بقى دور الحزب.
وهنا دول الحزب السوري ودول المثقفين السوريين ودول، بس ما تقدرش تقف هنا وتقول انه احنا اصل احنا الحزب الطليعي اللي ملوش دعوه، ده حاجه. قعد يضغط في السكه دي لينين، وحتى كان بمناسبه العضويه كان بيتكلم على رفع شعار افتحوا بوابات هذا الحزب، افتحوا البوابات دي. هو كان اكثر واحد بيقول اقفلوا البوابات من 3 سنين، دلوقتي هو في الثوره بيقول افتحوا بوابات هذا الحزب، لدرجه انه اقترح تقدم في المؤتمر اللي اتعمل سنتها للحزب بمقترح في غايه في الاهميه، ويوديك هو شايف ايه العلاقه بين الحزب ده هو الحزب الثوري والطبقه العامله في ثوره. بس المقترح ده اترفض بالمناسبه. قال انه من حق العمال اللي شغالين في موقع البلاش شغالين فيه او لجنه من لجان البلاش شغالين فيه انه يبقى لهم راي في مين اللي يمسك اللجنه دي داخل الحزب البلشوفي. فاهمين عامله ازاي؟ يعني انه لا انتوا مش انتوا كلجنه كده عايزين تنتخبوا مثلا لجنه مصنع فيبر، ماشي، لجنه مصنع اي حاجه، انتوا عملتوا اللجنه دي ايوه اعضاء في حزب عملتوا انتخابات وعينتوا حد، لا ده ما ينفعش، ده لازم تاخدوا راي العمال اللي من خارج الحزب اللي في مصنع بيبر ده في ايه رايهم في اللي انتوا بتنتخبوهم دول، وتاخدوا رايهم في الحزبان. يعني عايز للدرجه دي حتى العمال مش هو بقى اللي يقول دخلوهم، لا ده اللي ما تدخلوهمش كمان لازم يبقى لهم راي في انتخاباتنا الداخليه. ده لا يمكن حد كان يصدق انه لينين يقول الكلام ده، اللي هو لينين اللي كتب ما العمل. بس طبعا الفرق ايه؟ الفرق ثوره، الفرق ثوره عمليه هو اتعلم منها قبل ما يبقى هو اللي بيعلم الحزب، لان هو غير الحزب بالتاكيد في ثوره 1905. وطبعا هو اتكلم، هو اول واحد من البلاشفه شاف اهميه دور السوفيتات، وهو اللي اتكلم على امكانيه انها تبقى حكومه، تعمل حكومه عماليه، كانوا البلاشفه بالذات مش شايفين لها اهميه قوي، يعني هم كانوا مشاركين فيها بس مش شايفين لها اهميه. بعضهم اللي هم المتطرفين يساريا، يعني واحد شهير خالص اسمه بوجدانوف، طرد من الحزب بعد كده لان عمل معاه خناقه على التطرف اليساري بتاعه والجناح بتاعه مشي. هو كان بيقول انه على السوفيتات ان تعلن انضمامها للحزب. يا فاهم الفكره؟ مش انه الحزب يدخل السوفيتات ولا انه الحزب حتى يحاول يقود السوفيتات، لا دي هم اللي لازم يعلنوا ان هم تبعنا. فهنا طبعا علاقه معوجه غير ثوريه متطرفه يساريه ما بين افكار الحزب والطبقه. لان إن هو اللي كان بيقول ده احنا عايزين نحاول ناخد القياده داخل الـ هذا التجمع الجديد، الشكل الجديد اللي خلقته الطبقه العامه. لو ممكن نزق ده بعد 12 سنه من ثوره 1905 في 1917 ممكن نشوف دور الحزب الثوري ايه في الثوره اللي بدات الثوره الديمقراطيه في فبراير وانتهت او يعني ارتقت الى ثوره اشتراكيه في اكتوبر. الحزب البلشوفي بدا حوالي 22,000 عضو في بدايه الثوره في فبراير، على اكتوبر كان 250,000 عضو. يعني هنا تحول الى حزب جماهيري، والحزب الجماهيري ده كان كمان استطاع في الهضوم دي انه يتبوأ قياده الطبقه العامه، قدر فعلا يحصل على قياده الطبقه العامه. ال 250,000 عضو دول خدوا بالكم النسبه قد ايه كبيره، انه الطبقه العامله الروسيه في ذلك الوقت كانت 3 مليون. وكان معظم تركز البلاشفه وتركز عضويه البلاشفه في المناطق العماليه. الانتخابات المصنعيه اللي حصلت في قبل ثوره اكتوبر اثبتت انه كانت انتخابات للجان المصانع، ولجان المصانع كانت حاجه لجان انشاتها الطبقه العامله وابتدت تنسق فيما بينها، وحتى بقى في يعني مجالس كبرى للجان المصانع دي. كان البلاشفه
حاصلين فيها على أغلبية ساحقة، حاجة و 90% من تلك اللجان. يعني هنا بنتكلم على قيادة حقيقية مدروسة في الطبقة العامة. طبعا القيادة دي ما جاتش لأنه كان في حزب ساكت وقاعد ساكت مستني الثورة وبيكبر أعضاؤه، وبعدين فجأة جت الثورة فالعمال شاوروا عليه وقالوا أيوه إحنا عايزين الأفكار دي. ليه بقول ده؟ لأنه في نوع ده من الانحرافات في طريقة بناء المنظمات الثورية. بيعتبروا إنه المنظمة الثورية بتتميز بأفكارها وفقط. إن هي المنظمة الثورية هي منظمة دعائية وفقط أو دعائية بالأساس. أو إنه المنظمة الثورية دي واجبها ودورها في التاريخ هي إنها ترفع الراية الثورية. وتفضل رافعة الراية الثورية. تفضل رفعها لحد ما تيجي الثورة فالعمال والجماهير تقول احنا محتاجين راية ثورية، فينا الراية الثورية؟ اهي الناس دي رافعين الراية الثورية. احنا من وجهة نظرنا طبعا ده استبدالية وده نخبوية وحلقية وعمر ما التاريخ مشي كده. الحزب اللي كان من 22,000 واحد ده ما كانش حزب رفع الراية وفقط بقاله 20 سنة مثلا. ده كان حزب، وده مبدا من المبادئ اللينينيه في التنظيم، ان الحزب الثوري حزب مقاتل. يعني ايه حزب مقاتل؟ يعني بيمارس الدعايه بالقرايه وبالكتب وبالبيانات وبالنشرات والدعايه الملموسه، وبيمارس النضال المصنعي والنضال اللي في الشارع والنضال اللي في الاحياء طول الوقت. بمعنى انه الحزب الثوري بيتدخل في النضالات اليوميه ويتدخل في، نتمنى انه يتدخل في النظرات الكبرى لتغيير التاريخ. ولو ما عملش ده مش هيقدر يعمل ده. نفس العلاقه دي هي العلاقه بين الاصلاح والثوره من وجهه نظر الحزب الثوري. الحزب الثوري احنا قلنا ضد السياسات الاصلاحيه وضد طريقه البناء الاصلاحيه، تمام؟ لكن احنا مش ضد الاصلاح. ده فرق كبير قوي. احنا مش ضد النضال من اجل 3 جنيه زياده. ولو النضال ده كسب وجاب ال 3 جنيه زياده ده احنا بنعتبره انجاز للطبقه العامه وانجاز للثوره. بس احنا بنزق في ده وبنزق في معارك ال 3 جنيه 5 جنيه. احنا شخصيا احنا اصغر ان احنا نزق في ده، احنا يا دوبك بنقدر نتضامن مع اللي نقدر نتضامن معاهم. ها؟ ولكن الحزب الثوري بيدفع في ذلك الاتجاه لانه النضال من اجل ال 3 جنيه دول هو اكبر مدرسه بقى، هنا الدعايه بالمعنى الثاني، اكبر مدرسه للطبقه العامله من حيث ايمانها بقوتها. لا ده احنا بنقدر نجيب حاجه، احنا بنقدر نكسب. العدو ده يتكسب وتنظيمها لنفسها، لان هي عمر الطبقه ما هتعرف تناضل وهم افراد مضررين. ووعيها بالعلاقات الطبقيه اضر الاعداء. ها؟ فهنا الثوريين بيتدخلوا في التنظيم لو تقدر، في المطالب وفي رفع الوعي. لانه يعني في احد مقررات شهيره للامميه الثالثه، مش مهم يعني في التفاصيل دي، بس فيها ان واحد من البنود اللي في برامج العمل على الاحزاب الشيوعيه في العالم ان تسعى الى تحويل كل اضراب الى مدرسه للاشتراكيه. شايف الربط ما بين النضال العملي وفكره الدعايه الى مدرسه للاشتراكيه. فالحزب البولشفي كان 22,000 في فبراير هو حزب خاض صراعات طويله ضد الشرطه وضد رجال الاعمال ونضالات سريه ونضالات علنيه ونضالات، لدرجه انه لينين في يوم من الايام كان بيقول، وده في كتابه اعتقد ما العمل، كان بيقول انه على الثوريين ان يعملوا داخل ايه بقى؟ مش بس المصانع ولا الشركات ولا الاحياء، داخل جمعيات دفن الموت لو يقدروا. شوف التدخليه بمعنى ايه؟
ادي لينين في ملعبه لما كان بيضرب الاقتصاديه، يقول ده احنا علينا عايزين نشتغل في كميات دفن الموتى وتربط تربط العلاقات. ف الحزب تحول، حزب البلشفي تحول الى حزب جماهيري ثوري. وكان الطبقه العامله في بتروجراد بالاساس، ولكن انتشر في كل حته ثانيه، عملت بنت على تجربه 1905 في انها عملت مجالس عماليه، ها اللي هي السوفيتات. هنا بقى بتيجي اهميه ثانيه كبرى كبرى للحزب الثوري، ونوع اخر من الاقتصاديه انا شايفه واشاور لكم، احب اشاور لكم عليه، هو انه بعض الناس بتحس حتى لو مش بتقول انه الطبقه العامله بتناضل، وبعد ما بتناضل بتنظم نفسها اكتر وبيرتفع وعيها، وفي يوم من الايام بتكون سوفيتات ومجالس. وهنا بقى وصلنا لاعلى نقطه من نقاط يعني اخر فكره زوجيه السلطه بقى، اخر الراسماليه واول الاشتراكيه، وواحد منهم لازم ينهزم، احد البديلين لازم ينهزم. انا رايي الفكره دي مصيبه. مصيبه بمعنى يعني تودي في داهيه، مش مصيبه بمعنى على حق يعني. لانه بتهمل دور الحزب الثوري تماما. ولازم لو هنتكلم على التيار ده اهو صاعد تاريخيا ده اهو، نتكلم على دور الحزب الثوري فيه. وانه في الواقع يعني التاريخ طرح انه اللي طرح كمان انشاء السوفيتات دي كانوا ثوريين، كانوا اعضاء في احزاب ثوريه. وانه الاعضاء داخل السوفييت نفسه كانوا اعضاء داخل احزاب ثوريه. بس الاهم والاهم هو الاتي، ان الطبقه العامله لما بتكون مجالس عمليه لازال هناك دور الحزب الثوري للنضال والدفع في اتجاه تعميق الثوره. طب هتقولوا لي ازاي تعميق الثوره اكتر من ان الطبقه العامله انشات سوفيتات؟ تعالوا ناخد اللي حصل في روسيا، وبعدين تعالوا ناخد كمان اللي حصل في المانيا ونقارن، لان الفرق بينهم سنه، والاثنين حصل فيهم ثورتين عميقتين عماليتين واتعمل فيهم سوفيتات. في الثوره الروسيه السوفيتات لما اتكونت وفضلت فتره طويله، معظم فتره الثوره نفسها اللي هي من فبراير 18 لفبراير لاكتوبر، معظم الفتره دي كان اللي اغلبيه داخل السوفيتات اغلبيه العمال والجنود مقتنعين بافكار المناشفه والثوريين الاشتراكيين. يعني مقتنعين بافكار الاصلاحيه، الاحزاب الاصلاحيه، يا اما كانوا اعضاء في تلك الاحزاب الاصلاحيه. يبقى هنا درس خطير، درس خطير، انه العمال والجنود اللي هيبقوا في مجالس العمال الثوريه دي اذهانتهم مش فضاء كده ممكن يتكتب عليها اي حاجه، ومش انه نايمين بالليل ثوريين اشتراكيين او مناشفه او اصلاحيين باي شكل ويصحوا تاني يوم ثوريين. لا، دي هي السوفييت ده نفسه والمناشات السوفييت والاوضاع الواسعه اللي حوالين السوفييت واوضاع الثوره واوضاع الصراع الطبيعي بوجه عام ودور الحزب الثوري هو اللي بيغير الافكار خارج السوفييت او داخل السوفييت. مش كونهم عملوا سوفييت يبقى هيرفعوا شعار كل السلطه السوفييت، بالعكس بقى معظم الفتره دي كان سوفييت العمال والجنود بينادي بتكوين جمعيه تاسيسيه تضع دستور وتحكم البلاد. وكان لو تفتكروا اللي منكم عارف تاريخ الثوره الروسيه شويه، تفتكروا رئيس الوزراء الشهير المراوح مكانه ده هو اللي دخل في التاريخ باعتباره انتهازي، بيضحك الجماهير، بيضحك على جماهير، بيخدع جماهير من اجل مصالح الراسماليه الروسيه، تفتكروا كان اسمه ايه؟ كيرنسكي. عارفين كيرنسكي ده اللي هو كان رئيس الوزراء ده؟ كان هو نائب
رئيس السوفييت. شايفين عامله ازاي؟ ففي الواقع كيرينسكي كان بمعنى ما مندوب السوفييت في الحكومه، والسوفييت العمال والجنود كانوا مساندينه لان هو نائب رئيس السوفييت. شوف قد ايه؟ في الفترة دي البلاشفة في ظل لينين بالاساس، لان هو دفع في السكة دي، رفعوا شعار كل السلطة للسوفييت. يعني ايه كل السلطة للسوفييت؟ يعني مش للحكومة البرجوازية دي ومش للجمعيات التأسيسية. العمال هي اللي لازم تحكم. هل السوفييت قال ايوه نشكركم كل السلطة للسوفييت؟ لا. ليه؟ لانه عندهم افكار اصلاحية، لانه قياداتهم اصلاحيين، لانه رئيس السوفييت زعيم حزب اصلاحي. نائب رئيس السوفييت هو رئيس الوزراء المؤقت. طيب، فهنا كان على الحزب انه ينتزع مره ثانيه، بيتخانق ثاني على قياده الطاوله العامه في سكه ثوريه. فالمهمه الاساسيه كانت انتزاع الاغلبيه داخل السوفييت، بمعنى انه لو سوفييت عمال في ثوره، لو الاغلبيه فيه اصلاحيه هتضيع الثوره، لو الاغلبيه فيه ثوريه يبقى يعني هننتقل خطوه امام، ما نعرفش هتنجح ولا لا، لانه المواضيع معقده قوي. انما فعلا خاضوا الصراع ده اهو، وفعلا الحزب البلشوفي استطاع انه يحوز اغلبيه الاصوات في السوفييت. ده حصل ازاي؟ حصل من خلال تغيير افكار وانتماءات الاعضاء الموجودين في السوفييت. يعني تروتسكي كان بيحكي مره على موقف هو القى فيه خطبه، بعديها تغيير التصويت، الكتله التصويتيه اتغيرت، انه في ناس كانت الكتله التصويتيه ببلاش، بس في طريقه ثانيه حصلت بيها البلاش على الاغلبيه دي، انه الممثلين طبعا في السوفييت ما كانوش ممثلين كده للعمر كله، لا، اللي منتخبينهم كانوا ممكن يشيلوهم ويغيروهم. فكان البلاشفه عمالين ياخدوا الاغلبيه على الارض في المصانع وفي المناطق العماليه، فكان الاغلبيه في الاماكن العماليه بتتغير، بتبقى بلشفيه، فبيندهوا يستدعوا مثلا اللي هو المنشفي او الثوري الاشتراكي اللي بيمثله في السوفييت ويحطوا بداله واحد بلشفي. وفقط لا غير، لما البلاشفه حازوا على الاغلبيه اعلنوا الانتفاضه المسلحه وقادوا الانتفاضه المسلحه ونظموا الانتفاضه المسلحه تحت قياده اللجنه العسكريه الثوريه للسوفييت، اللي هو طبعا رئيسها وقائدها المنتخب كان ليون تروتسكي. هنا اعلى لحظه غالبا في لحظات اندماج الحزب الثوري والطبعه، وقد ايه انه انا بس عايز اوريكم، يمكن اتكلمت كتير في الصيرورة دي في العملية دي، انه العلاقة ما بين النضال اليومي والنضال لتغيير افكار العمال اللي هم اعضاء في سوفييت في داخل صوره. تخيلوا الادوار الرهيبة والمعقدة اللي على الحزب الثوري. في 1918 اندلعت ثورة في المانيا، ثورة عمالية بالاساس، كونوا مجالس عمالية وكونوا مجلس عام للمجالس العمالية. في أكتر من كده؟ مفيش أكتر من كده. وفي عام أول 19 على ما أتذكر، يمكن يناير، اجتمع اللي هو سوفييت السوفييتات، أو يعني مجالس العمالية في ألمانيا، والثورة محتدمة ونتيجة لأنه الأغلبية فيه كانت للاشتراكيين الديمقراطيين، اللي هم اللي احنا قلنا بيقولوا احنا عايزين اشتراكيه بس خطوه خطوه، وانه هذا المجتمع الراسمالي لو شلناه مره واحده، عارفين بقى الكلام ده. بس العمال اللي فين؟ واخدين الاغلبيه في المجالس العماليه المختلفه وفي مجلس المجالس ده، في مجلس العموم يعني، مجلس عموم الطبقه العامله الالمانيه، كانوا اعضاء في الحزب ده. ومش اوتوماتيك خالص انه بتاعت عملت ثوره فجاه يقول لك افكار الشركات الديمقراطيه الاصلاحيه دي احنا ما ازاي؟ ما كل واحد فيهم كان بيناضل في الحزب الاشتراكي الديمقراطي قبليها 20 سنه ولا 25 سنه ومتربي على الافكار دي، ومن وجهه نظره اللي بنى الحزب ده هو انجلز، حزب ثوري. طبعا هنا المشكله الاساسيه كان انه الثوريين
المكسيين الثوريين زي روزا لوكسمبورج وكده ما كانوش بنوا حزب منفصل مستقل ليهم بره هذا الحزب، فكان لسه في افكار انه هو ده الحزب بتاع الطبقه العامه كمان، يعني ما كانش قدامهم بديل. وحتى لما بقى عملوا الحزب ده البديل ده برضه في اول الثوره كان الوقت اتاخر جدا والبديل ده كان صغير جدا وما قدرش ياثر. عملوا ايه في الاجتماع الشهير ده المجلس مجالس العماليه الالمانيه؟ خدوا قرار بالاغلبيه ديمقراطي جدا بانه هم بيدعوا لتكوين جمعيه تاسيسيه تضع دستور جديد للبلاد ديمقراطي وتحكم البلد. وعند اجتماع عند اول اجتماع لهذه السلطه الجديده يعلن العمال حل جميع مجالس العمال. بس اتحلت اتحلت يعني ما فيش اظن شكل من اشكال التنظيم الذاتي للطبقه العامله اعلى من كده في التاريخ. التاريخ ما لسه لحد النهارده على الاقل ما طرحش اعلى من كده. ولكن حتى في هذه اللحظه لو ما فيش حزب ثوري يقدر يكسب الاغلبيه داخل تلك المجالس بتتهد، لان الحزب الاصلاحي شايف انه لا ده انتوا الاعداء. لدرجه ان الحزب الاشتراكي الديمقراطي في احدى المدن كون سوفييت هو، بس كونه ما عملوش بالانتخاب، فبيستبق الاحداث وحط فيه ناس محدده يخربوه. وحتى يعني المهم المحافظ او العمده بتاع المدينه دي مش هجيبه غير سابهم ومشي اصلا وراح مدينه ثانيه من اللي هي اقرب الى القلب يعني. وساب التجربه دي عشان تخرب وفعلا خربت وكذا، يعني كانوا بيخربوها بشكل عمدي. فحتى السوفيتات دول حزب ثوري بتنهزم. لانه نرجع تاني فعلا لفكره لينين انه هو مفيش غير وعيين بالاساس، يا اما وعي برجوازي يا اما وعي اشتراكي. الوعي اللي في النص الاصلاحي ده هو نوع من انواع الوعي البرجوازي اللي بيحافظ على الراسماليه. ومن التجربه دي كمان اللي انا اشرت عليها تجربه المانيا مثلا، ناخد مبدا اخر من مبادئ اللينينيه الماركسيه اللينينيه في الحزب الثوري، هي استقلال الحزب. انه انت جزء اساسي من الدروس بتاع فشل الثوره الالمانيه هي انه كان على روزا لوكسمبورج وكارليب نخت واخرين ان هم اللي هم كانوا فعلا ثوريين وماركسيين ثوريين داخل حزب اصلاحي اسمه حزب الاشتراكي الديمقراطي، كان عليهم ان هم يسيبوا الحزب ده ويكونوا حزب ثاني حتى لو كان صغير جدا. ولكن روزا لوكسمبورج كانت مختلفة مع أفكار بناء الحزب الطبيعي اللي كان بيقدمها لنا في ذلك الوقت. فدرس من الدروس هو البنى المستقل والبنى استباقا للثورة. يعني أنا مش هقدر أقنعكم أكتر من أنتم مقتنعين بقد إيه بنى تنظيم ثوري اثناء ثوره وعمليه معقده جدا وصعبه جدا. صعبه جدا، يعني الناس فاهمين اللي ما عدوش في ثوره فاهمين انه لا البنى منظمه ثوريه وحزب ثوري في ثوره ده شيء ما فيش اسهل من كده. انت تنظيم ثوري صغير كانت الثوره بتكبر وخلاص. فاهمين انه في منتهى الصعوبه وانه في الواقع قد يكون اهم مرحله من مراحل بناء المنظمه الثوريه هي قبل ما تيجي الثوره. علشان يبقى عندك الهياكل اللي بتحتمل التضخم ده، يبقى عندك العدد الكبير من الاصل اللي يحتمل انك او يديك الفرصه انك تبقى قادر على التدخل في النضالات. عندك التماسك النظري والسياسي على القضايا الاساسيه، مش لازم كل القضايا في الدنيا، القضايا الاساسيه بحيث انه لما يتسارع التاريخ في الثورات، لانه التاريخ في الثورات بيتسارع بيبقى كل يوم بسنه، ما عندكش وقت تقول طيب هناخد القرار ده النهارده بالليل، طب ايه كتب ايه هنقراها واي خبرات من التاريخ هنستقبل. لازم تكون عامل الواجب ده في فترات الهبوط. وهنا ننتقل لنقطه ثانيه في بنى التنظيم الثوري، هي ان التنظيم الثوري بالنسبه للمركزيين احنا بنبنيه وبنعمل على بنائه، على بناء ايه؟ في وقت الصعود وفي وقت الهبوط. وده مش بس علاقه مع الثوره، ده علاقه مع
ده في علاقته بالحركات الاحتجاجيه بوجه عام. يعني انه الناس اللي بتقول احنا مش محتاجين حزب ثوري، احنا محتاجين حركات احتجاجيه واسعه ومركبه يعني تسمح ل 100 و1000 ورده ان تتبدع. مشكله الحركات الاجتماعيه الاحتجاجيه هي انها حركات، بمعنى انها موجات، بمعنى انه بتبقى في قضيه الحركه بتبني عليها، بتكبر، بتلم ناس كتيره قوي، ثم في وقت طال او قصر، بعض الاحيان بتبقى 10 15 20 سنه، وفي احوال ثانيه بتبقى بضع ايام او اسابيع، بتبتدي الحركه تقل تاني. الحزب الثوري والمنظمه الثوريه عليه انه يتدخل في تلك الحركات. واجب انه يتدخل في تلك الحركات، واجب انه يتدخل في تلك الحملات. لسببين. السبب الاول انه هو بيدخل في الحملات اللي هو موافق طبعا عليه، يعني حقوق المراه مثلا. تمام؟ فبيخش في الحملات حقوق المرأة، في حملات المساواة، حملات كذا وكذا وكذا، بيزق فيه وبيربط ما بين الأفكار الماركسية وتلك القضية المحددة، بيقدم الماركسية في علاقتها بتحرر المرأة. فبالمعنى ده كمان بيربط ما بين نضال النضال من اجل تحرر المراه ونضال الطبقه العامه. يعني حتى كهيكل تنظيمي مش بس كفكره سياسيه، بيبقى مشترك في نضالات من اجل تحرر المراه ومشترك في نضالات الطبقه العامله، فبينسق ما بين دول وبيربط ما بين دول وبيوحدهم حتى في كيانه. وكمان المنظمه الثوريه او الحزب الثوري بيدخل في الحملات دي وفي الحركات الاحتجاجيه عشان يكسب اعضاء. وهنا عاده بيحصل توتر دائم ومستمر يزيد ويقل طبعا ما بين في الرفاق اللي بيبقوا في الحملات دي، ما بين الموازنه. احنا بنزق الحركه للامام قد ايه، بنبني الحركه قد ايه للامام، وبنبني تنظيمنا احنا قد ايه. مش انت عايز تزق الحركه للامام لانك موافق مع اهدافها وموافق ان دي في الواقع خطوه نحو تغيير المجتمع بشكل واسع، بس انت في نفس الوقت عندك هدف انك تبني تنظيمك، تبني تنظيمك من ناحيه الناس ومن ناحيه النفوذ، يعني من ناحيه انك تقنع الناس بافكارك، من ناحيه انك تجيب ناس لتنظيمك. الوزنه دي عايزه دايما تتحسب بشكل يتعاد الحسبه مره ومرتين وطول الوقت. احنا دلوقتي احنا زودنا قوي، فاحنا بنعمل حركه نسينا نبني نفسنا، احنا بننقص مش بنزيد. لا، يبقى معلش نعدل الوزنه شويه، لازم نشتغل شويه على ضم اعضاء وعلى التمسك النظري والسياسي الداخلي. هو امين قصدي؟ ده جزء كمان من اليات المنظمه الثوريه والحزب الثوري يشتغل ازاي؟ ابني عليه بقى، ودي غالبا اخر نقطه انا هقولها، انه المهام اللي الثوريين بيحطوها على 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 عاتقهم مش محدده طول الوقت. ها؟ بتعتمد الى حد يعني لا يمكن المبالغه فيه على حجمهم. بمعنى هل بالذمه حلقه ثوريه صغيره من 15 ثوريا وثوريا مثلا هتقدر تحط على نفسها مهام البلاشفه في 1900 في اكتوبر 2017؟ مش ممكن. هل ممكن تحط على نفسها منظمه صغيره بقى، منظمه ولكن منظمه ثوريه فيها تقسيم عمل وفيها افرع وكذا، تقدر تحط على نفسها المهام اللي يحطها على نفسه حزب حتى وان كان صغير، حزب ثوري صغير؟ لا. يبقى عندنا مبادئ عامه في العلاقه ما بين الحزب والطبقه، ولكن لازم ال 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 الممارسه العمليه تبقى بتتعاد نظر فيها طول الوقت حسب الحجم وحسب اللحظه، احنا في صعود ولا في الهبوط. بمعنى انت لو في صعود بالتاكيد لازم تشترك في الحركه وبتميل اكتر الى ما يسمى التحريض، مطالب محدده، احنا بنزق في مطالب محدده. لما الحركه تنزل علينا كماركسيين وعلينا كثوريين بوجه عام الا نحبط. الا نحبط مع الحركه اللي نزلت او حتى مع الحركه الثوريه اللي نزلت. يعني لو الحركه الاحتجاجيه اللي احنا كنا بنقول انها بتصغر دي، لا، الحزب اللي كان شغال في الحركه دي بيستمر في عمل في حته ثانيه. انما علينا لما الحركه
في الشوارع او في المصانع تهبط، علينا ان احنا نغير من تكتيك. بدل ما كنا بنحرض ونشتغل على مطالب وعلى مظاهرات، نشتغل على قراءه وكتابه، نشتغل على ضم اعضاء من خلال نشر افكارنا الثوريه. بنجيب واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، بنعيد التفكير في الدروس اللي خدناها، نستخرج الدروس ونعمل بيها ايه للمره القادمه، بنجهز نفسنا للصعود التالي. اذا كانت المنظمه الثوريه حلقه صغيره او الحزب الجماهيري ثوري، بتتغير المهام، ولكن الهدف الكبير هو من اول لحظه، لازم يكون عندنا هو ده من اول لحظه، ان احنا عايزين نبني منظمه ثوريه متماسكه نظريا، وتقدر في يوم من الايام ان تحظى بقياده الطبقه الاساسيه التي تستطيع تغيير هذا المجتمع، وهي الطبقه العامه. علينا ان احنا نعمل ده بكل اللي نقدر عليه في ثورتنا، حتى من خلال الموجات اللي بتطلع واللي بتنزل في الثوره. علينا ان احنا نقنع الاخرين باهميه التنظيم، علينا ان احنا نقنع الاخرين باهميه القياده، ونحاول نبقى احنا اهل ليها. وعلينا، انا احني كلامي، بزياده تماسكنا النظري والسياسي حتى نستطيع تقديم القياده دي او تقديم الفائده للاخرين في الاماكن التي ننظر فيها. شكرا جزيلا.